نشرة السابعة والنصف تنقلها أيضا معنا إذاعة لبنان الرسمية، أهلا بكم. موجة حر تستمر حتى يوم الجمعة المقبل ترافق استعارة البلاد نبض حركتها بحذر كمن يمشي على أرض غير ثابتة. بهذه الروحية أقرت الحكومة تخفيف إجراءات التعبئة العامة مطالبة بالتعامل بمسؤولية مع القرار وفق دعوة الرئيس حسان دياب في ظل ظهور حالات جديدة في دائرة جغرافية توزعت على امتداد البلاد ومع تقاطر الرحلات الجديدة من أنحاء العالم. وقد عكس اقتراح وزير التربية إلغاء دورة الامتحانات الثانوية للعام الحالي وفق ضوابط يعرضها مجلس الوزراء لاحقا موجبات استمرار الحذر وتأجيل فتح المدارس والحضانات، وأعلن وزير الداخلية استمرار تنظيم سير المركبات وفق المفرد والمزدوج فيما يتنفس الاقتصاد بعودة المصانع والمتاجر، ورفع نسبة عمل المطاعم إلى 50% ضمن شروط السلامة العامة. وعلى مشارف أسبوع عيد الفطر ترتفع صرخات المواطنين الذين يتحسسون عجز إمكاناتهم عن مواكبة احتياجاتهم، وتتفرغ الحكومة لإجراءات سريعة لضبط إيقاع التدهور الاقتصادي، بينها اتجاه لمنح قروض ميسرة للصناعات الغذائية، كشف عنه وزير الزراعة في حديث لتلفزيون لبنان بالتوازي مع استكمال المفاوضات التي تستأنف غدا مع صندوق النقد الدولي عبر الإنترنت بمشاركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامي. وفي المواقف رأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ألا مستقبل آمنا للبنان من دون القضاء على الفساد، وقال رئيس الجمهورية في لبنان لا يسقط. رئيس الحكومة كان قد التقى وفدا من نقابة أصحاب السوبر ماركت والتجار قبل أن يرأس الاجتماع الوزاري ويشرح حيثيات التدابير، معلنا رفع أو العودة إلى خطة رفع الإجراءات تدريجيا. أعلن رئيس الحكومة حسان دياب أن لبنان سيعود إلى إجراءات تخفيف التعبئة استنادا إلى الخطة المرحلية، وقال في كلمة له بعد الاجتماع الوزاري للجنة كورونا إن ذلك يتطلب تضحيات أكثر، ودعا إلى التعاون في حماية البلد مناشدا اللبنانيين اعتماد الرقابة الذاتية وعدم المغامرة بأرواحهم وأرواح الناس. أعلن اليوم أننا سنعيد فتح البلد غدا مرة أخرى استنادا إلى الخطة المرحلية، وسيتطلب ذلك منا تضحيات أكثر والتزاما أكبر على أن نلجأ إلى اعتماد سياسة العزل الصحي للمناطق أو الأحياء التي تسجل فيها نسبة إصابات عالية. نحن بحاجة إلى أن نكون يقظين وأن نحافظ على الابتعاد الاجتماعي social distancing والالتزام بإرشادات الوقاية والحماية من أجل الحفاظ على مجتمعنا وعدم إطاعة تضحياتنا. أرجو من جميع اللبنانيين أن يتعاملوا مع إعادة فتح البلد بعناية شديدة، وأن يكونوا شركاء في تحمل المسؤولية، وأن يواكبوا الدولة في حماية مجتمعنا من الانهيار. لا نريد أن تتحول هذه المرحلة إلى كابوس، ولن نقبل أن يدفع اللبنانيون جميعاً ثمن عدم مسؤولية ولا مبالاة البعض. أناشد اللبنانيين اعتماد الرقابة الذاتية وتحمل المسؤولية وعدم المغامرة بأرواحهم وأرواح عائلاتهم وأرواح الناس. إلى ذلك أصدر وزير الداخلية محمد فهمي تعميما يمنع الخروج إلى الشوارع والطرقات ما بين الساعة 7 مساء ولغاية 5 فجرا من كل يوم، وذلك ابتداء من يوم غد مع الإبقاء على نظام العمل بالأرقام المفردة والمزدوجة. وسمحت وزارة الداخلية للمطاعم بأن تستقبل من نسبته 50% من سعتها مع عدم تقديم النرجيلة تحت طائلة المسؤولية. مصير العام الدراسي تحدث عنه وزير التربية الذي شارك في الاجتماع لافتا إلى اقتراحه إلغاء دورة العام 2020 لامتحانات الثانوية العامة وفق ضوابط ستناقش في مجلس الوزراء واستمرار التعليم عن بعد. اقترح وزير التربية والتعليم العالي إلغاء دورة العام 2020 لامتحانات الثانوية العامة بكل فروعها وأشكالها وفق ضوابط محددة ستناقش في جلسة مجلس الوزراء. كذلك اقترح وزير التربية استكمال العام
دراسي للمراحل كافة الأكاديمية والمهنية من دون الحضور إلى المدارس والمهنيات حتى آخر أيار لصعوبة تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية، وترفيع التلامذة تلقائياً إلى الصف الأعلى مع لحظ تعويض الكفايات والمعارف التي منعتنا الظروف من إكمالها في العام الدراسي الحالي. ونقصد هنا التعويض في العام الدراسي القادم. سيتقدم وزير التربية والتعليم العالي بمشاريع مراسيم وقوانين لطلب الآتي: أولاً، إكمال العام الدراسي عن بعد من دون حضور كل الصفوف في التعليم العام والمهني والجامعي. كل مديرية عامة أو جامعة تعلن تواريخ التوقف عن التدريس. ثانياً، في التعليم العام والتعليم المهني والتقني عند انتهاء العام الدراسي عن بعد يرفع جميع التلامذة إلى الصف الأعلى وفق ضوابط تحددها وزارة التربية والتعليم العالي. ثالثاً، أما بالنسبة إلى الجامعات فسنتقدم بآلية تسمح باستكمال وإنهاء الدراسة عن بعد وإجراء التقييم مع وضع بعض الاستثناءات للمواد التطبيقية. رابعاً، أما بالنسبة إلى صفوف الشهادات الرسمية في التعليم العام والتعليم المهني والتقني، إكمال العام الدراسي عن بعد بالسبل المتاحة وإعطاء إفادات للطلاب وفق ضوابط تحددها الوزارة لكل شهادة. خلال جولة له في حصبية طمأن وزير الصحة إلى أننا لا نزال في مرحلة احتواء الوباء، ولكن قبل التوقف مع هذا التقرير ننتقل إلى الاستماع لأذان المغرب مع تمنياتنا للصائمين بإفطار شهي. أكد وزير الصحة حمد حسن أنه لا يمكننا الانتقال من الإقفال إلى الحياة الطبيعية إلا بمرحلة انتقالية التي نعيشها حاليا، لافتا في خلال جولة تفقدية على مستشفى رشاي الحكومي أنه في الفترة الماضية كسبنا الوقت ورفعنا من جهوزية المستشفيات الحكومية وأصبح لدينا مناعة صحية ووطنية على أعلى المستويات ضد الفيروس، وقد سمحنا باستعمال الفحص السريع خلال الحملات بالمناطق. اللي مطلوب بهالمرحلة أنه نلتزم بضوابط التعبئة العامة والتدرج بالحياة رويداً رويداً لنوصل إلى الحياة الطبيعية. نحن مع أنه يصير عندنا مناعة مع نسبة إصابات بمتوسط عمري 15-60 سنة، والحالة اللي صارت بعكار هي دليل على أنه أوقات إذا ما ضبطنا حركتنا الميدانية مع الناس كيف ممكن ننقل العدوى على المنزل، بالمنزل نعدي أسرتنا، واللي بيكونوا كبار بالعمر يرجعوا يعدوا زويهم وينقلوا العدوى بطريق عكسي إلى المجتمع. هذا مش غلط، يعني إذا انصبنا بالكورونا وعملنا مناعة عليه، مناعة تدريجية مجتمعية، هذا أمر جيد ولكن يجب أن يكون مدروس. وزير الصحة زار دارة النائب أنور الخليل الذي أشاد بنشاط وزير الصحة مؤكدا أن مستشفى حصبية يحتاج إلى عناية ودراية من وزارة الصحة. ندعو إلى أن يمن الله علينا بالعقل والحكمة والتبصر وأن نعود جميعا إلى بعض وننسى مصاريحنا الشخصية ونذهب إلى ما هو واجب علينا، إلى الوطن. وكانت جولة في مستشفى حصبية الحكومي، وقدم النائب الخليل لحسن درعا تكريميا تقديرا لجهوده في وزارة الصحة. بلدة جدة القيطع معزولة بعد ظهور نتائج صادمة لتفشي الوباء. منظر المرعبي والتفاصيل. بلدة جدة القيطع في عكار معزولة تماما بناء على قرار من محافظ عكار المحامي عماد اللبكي بعد صدور نتائج صادمة لفحوصات البي سي آر التي أجراها مستشفى القديس جاورجس الجامعي الروم في بلدة جدة القيطع، والتي ظهرت 17 إصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 من أصل 124 عينية تم أخذها من البلدة. هذا الأمر حتى ما حال من الاستنفار الصحي العام في المحافظة على صعيد وزارة الصحة العامة، وقد عملت سيارات الدفاع المدني على نقل الحالات المصابة إلى مستشفى الدكتور عبد الراسي الحكومي وسيخضعون للحجر الصحي. كما زارت المستشفى رئيس دائرة الترصد الوبائي في وزارة الصحة الدكتورة ندى غصن، واطلعت ميدانيا على واقع الإصابات.
ومن بين المصابين طبيبة الأمراض الجرثومية في المستشفى الدكتورة جمال حمود التي خضعت لفحص البي سي آر وأتت النتيجة إيجابية. الدكتور صلاح إسماعيل عضو خلية أزمة بلدة جديدة القيطع تحدث للتلفزيون لبنان. نحن اليوم صدرت عنا نتائج مستشفى الروم حوالي 15 حالة بوزيتيف حيتم حجرهم بمستشفى عبدالله الراسي الحكومي، حيكون في وفد من وزارة الصحة مشكورة حيقضوا عينات جديدة لإلهم وحيتم حجرهم 24 ساعة. هون نحن كمان نطلب من البلديات المجاورة والأجهزة الأمنية مساعدتنا ومؤازرتنا، لأنه هلأ صار عندنا الوضع تقريبا 15 حالة قديمة وهلأ 15 حالة جديدة، تقريبا 30 حالة كورونا بوزيتيف. وأكد مدير مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي الدكتور محمد خضرين أن جميع العينات التي تم أخذها للطاقم التمريضي والمخالطين بالدكتورة حمود أتت سلبية. على أمل أن يتوقف عدد الإصابات بكورونا في بلدة جيطة القيطع وعكار ولبنان في الأيام القليلة المقبلة. من عكار منذ المرعبي أمير سليمان، تلفزيون لبنان. توسع جغرافي في الإصابات وهلع في بعض المناطق نتيجة الاشتباه بمصابين واستمرار عودة المغتربين وسط إجراءات مشددة في المطار. نوال سلمان لاجر. أكدت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 4 إصابات لوافدين إلى لبنان و5 إصابات لمقيمين، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 911. وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور أكدت تسجيل حالتين مؤكدتين وافدتين من إحدى الدول الإفريقية. في البقاع الغربي ثبت إصابة جندي في الجيش من بلدة لبية وتم حجره في جناح العزل في مستشفى مشغر الحكومة. في رأس النبا بلغ عدد المشتبه بإصابتهم بكورونا 11 شخصا من الجنسية البنغلاديشية، وجميعهم نقلوا إلى المستشفيات للفحص أو يخضعون للحجر الصحي. بلدية الغبيري عمدت إلى إجراء فحوصات بي سي آر لحوالي 40 شخصا بعدما تبين أن شقيقين مصابان بفيروس كورونا قد تخلطا مع آخرين من سكان شارع الشيخ جعفر الحركي من دون مراعاة الشروط الصحية المفروضة. ودعت البلدية المواطنين إلى الالتزام بمنازلهم بانتظار صدور النتائج. غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط على حسابه عبر موقع تويتر فقال: خالفت اليوم تعليمات الحجر وتوجهت من المختارة إلى بيروت وأصبت بحرج كبير عندما رأيت حاجزا لقوى الأمن الداخلي في خلدي الذي كان في منتهى اللياقة. إنني أعتذر، قال جملاط، على هذا التصرف في هذه الأوقات الصعبة حيث وجب التقيد إلى أقصى حد في التعبئة الوطنية لاحتواء الوباء وحيث تقوم قوى الأمن بأقصى المجهود. موجة الحر متواصلة والحشرات التي ظهرت معها تغيب بانتهائها، كيف يرى الخبراء هذه الظاهرة وهل هي مسبوقة في شهر أيار بظواهر مماثلة؟ رئيس دائرة التقديرات في مطار رفيق الحريري الدولي المهندس عبد الرحمن زواوي تحدث لتلفزيون لبنان عن مسار الموجة وكيفية التعامل معها. لبنان والحوض الشرقي المتوسط، تركيا، اليونان، قبرص، إيطاليا، جنوب إيطاليا وشمال مصر تحت تأثير كتل هوائية حارة ابتداء من مساء الخميس وبلغت ذروتها اليوم الأحد مع الارتفاع الأقصى بدرجات الحرارة ووصولها على الساحل ل 37 درجة. على المرتفعات درجة الحرارة بتوصل ل 35 درجة، بالمناطق الداخلية ممكن تلامس ال 40 درجة، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الرطوبة اللي هو بالإضافة لارتفاع درجة الحرارة هو عامل أساسي بتكون الحرائق، لذلك بنحذر من الحرائق على المرتفعات المناطق الحرجية بسبب هالدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة مع بعضهم، ونسبة الرطوبة منخفضة نتيجة اتجاه الهواء الشمالي شرقي. هالموجة الحر مستمرة خلال الأيام الأسبوع على نفس الوتيرة، نفس درجات الحرارة القصوى اللي هي حوالي 37 درجة على الساحل و 34 على المرتفعات و 40 بالداخل، ويبدأ التحسن تدريجي ابتداء من بعد ظهر الجمعة. بانتظار التحسن التدريجي درجة الحرارة خلال النهار حتكون مرتفعة وخلال الليل كذلك الأمر، بس بحدود 25-26 درجة خلال الليل على المرتفعات نفس الشيء. أما المناطق الداخلية فممكن خلال الليل تشهد تحسن درجة الحرارة لتعود درجة الحرارة ارتفاع خلال النهار. الكتل الهوائية الحارة اللي مصدرها شمال أفريقيا بتحمل معها الغبار بعض الأحيان، وبتحمل معها كمان مثل ما شفنا هالحشرات المتواجدة، وهالحشرات اللي تواجدت بالأجواء نتيجة هالكتل الهوائية اللي هي يمكن جاية معها، هالحشرات هيدي بتبين كمان نتيجة ارتفاع الحرارة
تبدأ من انحسار طبعا هالحشرات كمان مع انخفاض درجة الحرارة ابتداء من مساء الجمعة لحد ما نوصل نهار السبت الأحد الأدمين لتأس معتدل ومعتاد لشهر أيار ضمن العادات الموسمية اللي هي 25 أو 26 درجة لشهر أيار. نصائح للمواطنين: عدم التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة، وعدم الخروج من المنزل بفترة الحد الأقصى لدرجة الحرارة اللي هو إجمالا بين 10 صباحا و 3 بعد الظهر، الإكثار من شرب الماء اللي هو بيحمل الجسم خاصة المناطق الداخلية، المناطق الداخلية درجة الحرارة بتكون عالية ونسبة الرطوبة منخفضة ومنحس كتير بتأثيرها. كمان بالنسبة للمواد قابلة للاشتعال اللي عم تستعمل حاليا بالتعقيم، عدم وضعها بأشعة الشمس وعدم وضعها بالأحراج. والحسن الحظ نحن عندنا هالفترة هيدي انه كنا سميناها خمسينية لو كان في شوية سرعة رياح، سرعة الرياح منخفضة، لذلك سرعة الرياح عامل أساسي كمان بنشوب الحرائق وتم تمددها. الحمد لله سرعة الرياح مش موجودة بهالفترة هيدي. أهلا بكم من جديد. أطلقت دورية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي النار على الراعي محمد نور الدين عبد العظيم وهو سوري الجنسية في خراج بلدة كفر شوبا قضاء حصبية، ما أدى إلى إصابته، وعملت عناصر العدو على اختطافه إلى الداخل المحتل. وردا على سؤال لزميلنا جهاد سقلاوي، قال الناطق باسم اليونيفيل أندريا تيننتي الذي أكد حصول الاعتداء إن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو دالكال باشرا اتصالاتهما على الفور، حيث وحثا الأطراف على ضبط النفس مشيرين إلى فتح تحقيق دولي بما جرى بعد سماع جنود اليونيفيل أصوات الطلقات الإسرائيلية. وزير الزراعة عباس مرتضى كشف عبر تلفزيون لبنان عن خطة لدعم الصناعات الغذائية في إطار منهجية جديدة لتعزيز المنتجات الزراعية وإدارتها خلال الأزمات، بما يتيح الاستفادة من المواسم على مدار الفصول وبما يوفر إنتاجا للمواطن بتكلفة أقل من المواد الغذائية المستوردة. حاوره الزميل محمد عبد الله. دعينا كل المصانع إلى تكثيف جهودها وتوسيع نطاق عملها، والسبب بهذا الأمر أنه نحن إدمين على ظروف قد أنه ما تعد تسمح أنه نستورد من الخارج صناعات غذائية. لذلك المطلوب كون نحن بلبنان دولة زراعية وخاصة بموسم الصيف بيكون عندنا موسم وافر وبضاعة وافرة، لذلك المطلوب من المصانع تصنيع أكبر قدر ممكن من هذا الإنتاج الزراعي، وهيك نحن بصير عندنا توازن. انه اليوم بس يصير عندك زيادة التصنيع بصير عندنا توازن بالأسعار، ما بتعود الأسعار تباع بسعر رخيص وخاصة بالمواسم عادة هو بصير فيها كساد، وهيك نحن منكون أمننا حلقة اقتصادية غذائية بلبنان كون المصانع هي بتتصنع لتواريخ لسنة ولسنتين، هيك بيبقى عندنا نحن المنتجات الزراعية الصناعية متوفرة بالأسواق بسعر صرف الليرة اللبنانية، بسعر الصرف الرسمي بالبلد، ما منكون نحن تكبدنا أعباء الاستيراد. ومن هذا المنطلق نحن حنكون إلى جانب المزارعين وإلى جانب اللي عم بيقوموا بالصناعات الغذائية لتوسيع أعمالهم وللوقوف حدهم. وأيضا زميلنا وزير الصناعة عم يعمل حتى يقدر يأمن قروض للصناعيين حتى يوسعوا أشغالهم وحتى يوسعوا مصانعهم حتى نصير نحن عندنا أكبر نسبة ممكنة من الصناعات، حتى قد أنه يكون في المستقبل أنه نقدر نصدر هيدي الصناعات الغذائية، ما بقى بس يكون عندنا اكتفاء ذاتي بل نزيد نسبة التصدير الموجودة هون. دعا وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى من بعلبك إلى العمل معا يدا واحدة للنهوض بالقطاع الزراعي للتخفيف من الاستيراد، ولفت إلى أنه في إطار سلامة الغذاء سيتم إقفال 5 معامل الأجبان والألبان غير مستوفيات الشروط. نحن عم نعمل تواصلنا مع كل
الجهات المعنية، مع كل الدول المعنية، مع السفراء، مع وزراء الزراعة العرب والأجانب، حتى نقدر نكون على اتصال مباشر لتصريف الإنتاج. وأيضا نحن أمام تجهيز مشاريع كتيرة بالتعاون مع منظمات دولية، وأيضا ملفات بالحكومة موجودة هلأ هي ستكون بحوزة المزارعين، ولكن لن نطلقها ولن نعلن عنها حتى تصبح جاهزة لتسليم المزارعين هذه المواد، إن كانت مواد علفية، إن كانت مواد أسمدة للزراعة، أم إنه مواد إنه كلها تستخدم في الزراعة. وأيضا هناك حيوانات، دراسة ملف إنه تسليم حيوانات لتطوير الثروة الحيوانية. ضبط تهريب المزود السلة المثقوبة بالنسبة للمزارعين يستغلها التجار لرفع الأسعار، ورغم التوجه الجدي النوعي لإقفال المعابر غير الشرعية، الشكوى ما زالت قائمة من الاحتكار. كاتيا شقير. ملف تهريب المازوت عبر الحدود اللبنانية السورية يتفاقم يوما بعد يوم، رغم اتخاذ الحكومة اللبنانية قرارها بإقفال المعابر غير الشرعية ومباشرة الجيش اللبناني بإجراءات نوعية لإقفال عدد من المسالك غير الشرعية، لكن الشكوى مستمرة على أرض الواقع بأن التجار حتى الساعة يتلاعبون بالسعر الرسمي المحدد ب 8800 ليرة لبنانية ليصل إلى المواطن والمزارع ب 13000 ليرة، وإذا ما اعترض الأخير يبرر التاجر الغلاء بأنه استلم المازوت أصلاً ب 11000 ليرة لبنانية. ما في شيء بين اثنين، يا ب 13000 يا ما في مازوت. كيف؟ أنا هني بحب أسأل سؤال، لا سكرت شركات النفط لأنه المهرب ما في يشتري مازوت لأنه الدولة مسكرة الحدود. طالما الدولة مسكرة الحدود ووقفة ومسكرة كل المعابر، قاموا لحتى يتضامنوا معهم الشركات ولحتى يبينوا انه متوطئين معهم، قاموا سكروا ما سلموا للناس مزوط للتجار اللي هاي بتيجي بتسلم بمنطقة البقاع. مش عيب انه المزارع بده يشتري تنكة المزوط ب 13000 ليرة والدولة مربحتنا مليون جميلة انه عم عطتنا المزوط مدعوم. المزارعون في البقاع أكدوا أن قرار إقفال المعابر بيد الدولة اللبنانية فقط وتنفيذ القرار الأخير بإقفال المعابر غير الشرعية خير دليل، وتساءلوا لماذا يشتري بعض التجار الصهاريج مباشرة من الشركة بسعر مرتفع والبعض الآخر ينتظر شراء المازوت بتسعيرة الدولة حتى لا يضر المزارع، غير أن الأخير يخسر بالمعادلة لأن دفة المناقصة ترسو على من يدفع أكثر. المزارع مضروب حجر كبير، يعني بنسمع كلام حلو انه المازوت رخيص وهيدي فرصة لنا انه يا الله شو هالفرصة انه المازوت رخيص، تعالوا روحوا يعني فيكم تسقوا مثل ما بدكم، فيكم تشتروا قادرين تشتروا لتنكة المازوت كذا، تسمعها سمع وتفرح فيها فرح، تيجي لتجرب على الارض حتى تشتري ما حدا ببيعك تنكة مازوت، روح لعند تبع الترمبي بقول لك يا خي ما زال التاجر اللي بده يفضيني ببيعني اياه ب 11000، انا كيف بدي بيعك اياه ب 8800. النائب جبران باسيل أبدى الاستعداد لأي خطوة مع الآخرين لإنقاذ البلد، وأكد أن رئيس الجمهورية في لبنان لا يسقط، ودعا البطريرك الماروني إلى الدعوة للعمل معا في إطار خطة الطوارئ. رئيس الجمهورية يا أخوين بلبنان ما بيسقط إلا إذا هو راد أنه يستقيل، وأكيد مش الجنرال هون، لكن إذا تحققت الفرصة بيخرج أقوى مما دخل، ومشان هيك ما بدهم لهيدي الفرصة انها تتحقق، وبيتمنوا انه ينهار البلد، وان شاء الله الحكومة ووزير الاقتصاد قريبا ببلشوا بتطبيق عملين لخطة ماكنزي، ونحن بننطر منهم اجراءات وقرارات وقوانين بالزراعة والصناعة والسياحة واقتصاد المعرفة وتسهيل التصدير وضبط الاستيراد ومداخيله بالجمارك. حجة عدم القدرة على ضبط المعابر عم بيسوقها يلي هو متواطئ فيها من أجهزة أمنية وقوى أمر واقع، والأجهزة القضائية المعنية بتعرف بهيدا الأمر وما عم تقوم بواجباتها. إما الحكومة تاخد الإجراءات فورا دون أعذار، أو ينلغى الجمرك بلبنان ويتعوض عنه بضريبة استهلاك أو TVA. وبدل ما نختلف اليوم ونصرف الوقت والجهد على تعيين موقع مثل محافظ بيروت، كل الناس المعنيين فيه متفقين مع بعضهم على طريقة
مقاربته للاتفاق على اسم بيحظى بثقة وتوافق الجميع. لازم اليوم ينصب التركيز بالتعيينات على انهاء التعيينات المالية بمصرف لبنان. طب كيف بدنا نعالج أزمة النقد والمصارف والمصرف المركزي بالوقت الشواغر معباية كل شيء؟ في صيدا التزام كلي بالتدابير المتخذة لمكافحة وباء كورونا خرقته صرخة مواطنة صيدوية في أحد الأحياء القديمة للمدينة، تحدثت للزميل عبد المولى خالد بلسان شريحة واسعة تعاني لا سيما في شهر رمضان المبارك من صعوبة إعداد وجبة الإفطار في ظل الغلاء الفاحش. غلا وكوى، ما عم نقدر نجيب شيء. شو قيمته صحن الفتوش اللي هو ابو ملاح اللي نحن بلغتنا الصيدويه، شو قيمته؟ ولا شيء. مش عم نقدر حتى ابو مبورة ما عم نقدر نشتري الكيلو ب3000 وب4000. مين معه يشتري؟ قول لي. لو عم بعدنا رايحين غلا وقوى، لحمه ما عم نجيب شيء. وين بعدنا رايحين؟ قول لي. وشو بدنا نعمل؟ شو بدنا ناكل؟ شو بدنا نحط على سفرتنا؟ من هلا هان بدك مصاري؟ من وين؟ الرجال قاعدة، أشغال ما في، أجارات بيوت، كهرباء، ماي، ما حدا عم يرحمنا، ارحمونا. إلى مع هذه الصرخة للمواطنة الصيدوية نصل إلى نهاية هذه النشرة. أنا وفريق العمل نشكر لكم حسن المتابعة ودائما إلى اللقاء.